جربت قبل كده او جربت تسأل مامتك او باباك كان المهر زمان كام؟ عشان بس انا انبهرت برضو بالحوار. لا بصراحة ما سألتش، بس طبعا اعتقد كان ارقام ولا كان ايه؟ كانت حاجة صغيرة تقريبا صح؟ يعني بصي، هو انا اللي سمعته ان الارقام ده لو انت 10 او 15 الف ده بيبقى رقم. او ما ده انا عارف ده، بس هو عشان اصلا الفلوس زمان كانت يعني قيمتها اعلى شوية اعتقد يعني. ممكن بس في نفس الوقت برضو يعني تجيب اوض الشقه كلها عفش كله ب 15000 جنيه يعني. وزمان كان في بركه، فعشان كده في بركه مش طبيعيه. طيب، من الحاجات اللي كانوا بيتكلموا فيها معانا ان الجواز بتاعنا دلوقتي هو اللي بيسبب الطلاق. اوكي، عشان وان الخطبه او مثلا بنت عمك او بنت خالك او مش عارف مين، هو ده اللي مش بيسبب الطلاق. انت ده معاكم؟ لا بس هقول لك على حاجه، هو الجواز في المطلق الجواز مسؤوليه، فهو المشكله بتاعت دلوقتي ان في تسرع شويه. هو الجواز فرق بين زمان ودلوقتي، ان دلوقتي بيستخدموا مثلا في وسائل تواصل مختلفه زي السوشيال ميديا، فالناس بتتعرف بطريقه اسهل وابسط، فبيستسهلوا كل حاجه، حتى الجواز بقوا بيستسهلوا، بس هي دي المشكله. لكن الموضوع، لا الموضوع اهميته يعني كبيره ومش حاجه بسيطه يعني. انا دلوقتي بحس ان الطلاق بيحصل كتير عشان البنات انا سترونج وانا شايفه كده يعني، اللي هو انا مش هسمع كلام الراجل، انا الراجل مش هتحكم فيا. سترونج اندبندنت وومن. بس انا شايفه ان ده غلط يعني، احنا متجوزين فطبيعي هسمع كلامه وهناخد راي بعض. الحب بيخليكي تتنازلي عن حاجات، او انت مثلا تتنازل عن حاجات، مثلا انا عايزه دي قوي بس هو مش موافق عليا، فانا ممكن اتنازل عليها المره دي. اكيد طبعا. وبس الموضوع مش تنازل، هو الموضوع ان احنا بنمشي الدنيا لبعض يعني، احنا عايشين مع بعض فبنمشي امورنا سوا وبنوصل للاحسن مع بعض. ده حصل معاكم وانتوا بتجهزوا الشقه ولا لا؟ يعني حصل اول يوم عرفنا بعض واحنا بنمشي الدنيا لبعض دايما. نمشيها كده عشان احنا في ايه من اللي هو بنحب بعض، مش هنخسر بعض. مش لو لا انا عايز ده ولازم اخده، او يعني لا احنا بنتناقش مع بعض، ولو اقتنعت بوجهة نظره خلاص. واهلها كمان كانوا متساهلين جدا في كل حاجه يعني، سواء اهلي او اهلها، احنا اصلا يعني عارف كانوا عايزين يبسطونا وخلاص يعني، عايزيننا ان احنا نبقى مبسوطين وتابر بقى ايه اللي ممكن يبسطنا. ايه اكتر موقف حسيتوا ان انتوا اتنازلتوا فيه عن حاجه عشان بعض؟ ايه؟ لا ما اعتقدش، انا مش حاسه ان اتنازلت باي حاجه بصراحه. لا احنا الاثنين لا والله، هي تبقى حاجات صغيره ولا ممكن يبقى في موقف لا انا فاكره ان انا عملت ده عشان عمرو. بصراحه لا، حاسه ان احنا يعني ما فيش حاجه كنت انا عايزاها وعمرو قال لي لا، فاللي هو اتنازلت. احنا كل حاجه بناخدها بالكلام، بنقعد نتناقش مع بعض وتمام، اقتنعنا تمام. ما اقتنعتيش بقى؟ ما اقتنعتش يعني. كله بالخناق بيفك. كله بالظبط كده. ايوه. لا طب ايه النصيحه اللي مامتك نصحتها لك اول ما جيتي اتكلمتي معاها، قلت لها انا في عمرو وعايزاكي تتعرفي عليه وكذا، ايه النصيحه؟ قالت لي ان قبل طبعا ما تعرفه يعني، قالت لي انت بتختاري اب لاولادك، فلازم تختاري الشخص اللي مش لو انا بحبه خلاص، لا بتختاري بقلبك وعقلك، مش بالقلب بس ولا بالعقل بس. لازم كل شخص ليه عيوبه، فلازم تشوفي الشخص ده هتقدري تتقبلي عيوبه وتمشي مع يعني تتقبليها ولا لا. عشان في اوقات هتيجي عليكي صعبه، فانت هتضطري اللي هو ده اللي هتلجئي له، الحب بالظبط. فلا بصراحه كانت نصيحتها كانت كويسه قوي. وفضلتوا مع بعض قبل خطوبه سنه؟ بالظبط. بعلم اهلكم؟ طبعا. يا جماعه والله هم عادي، ممكن اهلنا يبقوا عارفين ومع بعض وبننزل وننزل في تجمعات والدنيا تمام، مش لازم خطبه ومش لازم، ممكن يبقى في خطبه اوكي، في ناس بتحب الصالونات، بس ده مش حاجه اوبليجاتري او حاجه لازم 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 ان انا اعملها، او ابقى وحشه قوي لو ما عملتهاش. بالظبط.